إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله جل وعلا، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. معاشر المؤمنين، إن نعم الله جل وعلا علينا كثيرة لا تحصى، عديدة لا تستقصى، وإن من أجل نعمه سبحانه أن بعث فينا رسولا كريما وناصحا أمينا ومعلما مشفقا ومربيا ناصحا صلوات الله وسلامه عليه، أرسله بشيرا ونذيرا ورحمة للعالمين ومحجة للسالكين وضياء يهدي به الله إلى طريقه المستقيم. لقد جاءكم من أنفسكم رسول عزيز عليه ما عنتم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. As we have mentioned that the virtues and the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala are countless. From the greatest of bounties is that Allah jalla wa ala sent to us the best of messengers, the one who is a teacher, merciful, the one who gives sincere advice, sallallahu alayhi wa sallam. He came to give us the glad tidings and to warn us, and as a mercy for all of mankind, and as a brightness to be followed to, through the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala says what means and what translates: verily, there has come to you a messenger from amongst yourselves. It grieves him that you should receive any injury or difficulty. He is anxious over you. For the believers, he is full of pity, kind and merciful. Ibadallah, inna ni'mata bi'athati ar-rasul al-karim ni'matun 'azima wa minnatun kabira. والواجب نحو هذا الرسول صلى الله عليه وسلم واجب كبير. وهذه وقفة عباد الله في بيان الواجب علينا نحو رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ما الواجب على من آمن به صلى الله عليه وسلم؟ وما هي الحقوق التي على هذه الأمة نحوه عليه الصلاة والسلام؟ أيها الموحدون، فمن الإيمان به صلى الله عليه وسلم اعتقاد أنه مبلغ عن الله، واعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ دين الله وافيا تاما كاملا بلا زيادة ولا نقصان، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت حتى أنزل الله عز وجل في ذلك تنصيصا قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. This great bounty that is Allah Jalla wa'ala sending His Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam is the greatest of bounties. That's why it is obligatory upon us to understand what is our duty and obligation towards Him Sallallahu Alaihi Wasallam as we believe in Him. From that is that we believe that He Sallallahu Alaihi Wasallam was sent by Allah Subhanahu Wa Ta'ala, and that He completed the message Sallallahu alayhi wa sallam. He conveyed it all, not missing anything, rather He completed it. And Allah subhanahu wa ta'ala
mentioned that in the Quran before he passed away, saying, subhanahu wa ta'ala, what means this day, I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion. وَمِنَ الْإِيمَانِ بِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اِعْتِقَادُ أَنَّ الدِّينَ الَّذِي بَلَّغَهُ وَالشَّرِيعَةَ الَّتِي جَاءَ بِهَا هِيَ شَرِيعَةُ الْإِسْلَامِ دين الله عز وجل الذي لا يقبل الله جل وعلا دينا سواه. قال ربنا جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. And from our aqeedah and belief in the Messenger sallallahu alayhi wa sallam is that we believe that everything he brought and his legislations, his sharia, is the sharia of Allah subhanahu wa ta'ala. It is the deen of Allah subhanahu wa ta'ala that he only accepts and accepts nothing but it, subhanahu wa ta'ala. He says, subhanahu wa ta'ala, and whoever seeks a religion other than Islam, it will never be accepted from him. And in the hereafter, he will be one of the losers. وَمِنْ حُقُوقِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ أُمَّتِهِ مَحَبَّتُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقْدِيمُ مَحَبَّتِهِ عَلَىٰ مَحَبَّةِ النَّفْسِ وَالنَّفِيسِ وَالْوَلَدِ وَالْوَالِدِ وَالتِّجَارَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى بك من نفسك ويجب أن تقدمه وتقدم محبته على محبتك لنفسك وأن تقدم طاعته على طاعتك لنفسك. واقرأ هذا في كتاب الله جل وعلا. قال الله جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ومعنى الآية أنه صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك، فمحبته مقدمة على محبتك لنفسك، وطاعته صلى الله عليه وسلم مقدمة على طاعتك لنفسك، وهو مقدم في المحبة عليه الصلاة والسلام على النفس والوالد والولد والتجارة وغير ذلك من محاب الناس. From his rights upon us, sallallahu alayhi wa sallam, is that we love him and we give his love precedence over the love of ourselves and everything that is valuable to us. Our parents, our children, our tijara and everything else. Under the authority of Anas radiallahu anhu, he said, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, one does not complete or fulfill iman until I become more beloved to him than his parents, his children, and all of mankind. The hadith is agreed upon by Bukhari and Muslim. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam should be closer to us more than our own selves. His love and value and virtue should have more precedence and priority than the love we have for our own selves. And we should obey him more than we obey our own selves. Allah Jalla wa'ala says in Surah Al-Ahzab, the Prophet is closer to the believers than their own selves. Therefore his love, his respect should have more priority than the ones we have to our parents, our children, and everyone else, everything that we find valuable and precious. ليست محبة النبي صلى الله عليه وسلم مجرد دعوة تدعى فإن الدعاوى يسيرة على كل لسان سهلة على كل إنسان وإنما العبرة عباد الله ليست بالدعاوى وإنما بتحقيق المحبة حقا وصدقا ولذلك علامة مبينة في كتاب الله جل وعلا قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. The love of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam is not a word that we claim or words that we utter. Everyone can claim a lot of things. Everyone can open their mouth and say whatever they want to say. Rather, the love of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam is by establishing his teachings, his traditions and his sunnah, being truthful inwardly and outwardly. And there is a sign for that Allah Jalla wa'ala mentioned in Surah Ali Imran. He says, subhanahu wa ta'ala, say to them, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, if you truly love Allah, then follow me. Allah will love you and forgive you your sins.
حقيقة محبته صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. The true essence, يا إخوة, to summarize, the true essence of the love of the Messenger صلى الله عليه وسلم is by obeying him in everything he commanded and believing in him everything he said and refraining from everything that he has made forbidden, and that we only worship Allah subhanahu wa ta'ala according to his legislations صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني في الخلف بارك الله فيكم تفسحوا وابتعدوا عن الباب بارك الله فيكم. Move away from the door يا إخوة. أخي بارك الله فيك. Move away from the door. There is room here يا إخوة. جزاكم الله خير. أسأل الله جل في علاه أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أيها الموحدون، ليست محبة النبي صلى الله عليه وسلم إحداث هذه الموالد وهذه البدع والخرافات التي لم ينزل الله بها من سلطان، ولو ادعى الناس أنها محبة في من محبته صلى الله عليه وسلم. ففي هذا اليوم، يوم 12 من شهر ربيع الأول، هو اليوم الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، وتجد أرباب الصوفية والخرافيين والمبتدعة يرقصون وينطنطون في هذه الأيام ويوزعون الحلوى والأكل. سبحان الله، سبحان الله، هذا اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد ذكر ابن كثير وابن رجب وغيرهم من العلماء الاختلاف الكبير في وقت ميلاده صلى الله عليه وآله وسلم، فاعتبروا يا أولي الألباب. It is not from the love of the Messenger صلى الله عليه وسلم is that we make up some of these موالد, the celebrating the birthday of the Prophet صلى الله عليه وسلم. All of these are from the bid'ah. They have no proof in the sharia of the Messenger صلى الله عليه وسلم. This bid'ah that the scholars have mentioned, that originally there's many different opinions on when he sallallahu alayhi wa sallam was born. They don't know the month or the date, but all of the scholars have consensus that he died sallallahu alayhi wa sallam the 12th day of Rabi' al-Awwal. Yet you find the Sufis jumping around, singing, giving away sweets. Subhanallah, this is the day he died and passed away sallallahu alayhi wa sallam. ثم أختم هذه الخطبة بتسلية لقلوب المؤمنين. إنما يقوله بعض المجرمون وما يمكر بعض الماكرون يتعرضون لجناب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمر شنيع يستنكره كل مؤمن وكل مسلم. وهذا إخواني ليس بشيء غريب أو بعيد. فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في حياته قالوا عنه شاعر ومجنون وكذبوه، سمموه، حاولوا اغتياله وقتله صلى الله عليه وآله وسلم، صبر ودعا إلى الله جل وعلا على بصيرة وأكمل الرسالة حتى أتاه اليقين. والمجرمون الحاقدون في كل زمان ومكان يتعرضون لجنابه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الله جل وعلا نصره في الغار، ونصره في حياته، ونصره في مهجره في المدينة صلى الله عليه وسلم، وهو ناصر دينه إلى قيام الساعة. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. والنبي صلى الله عليه وسلم محبته تتضمن في إقامة شرعه ما جاء به. نعم، يغضب المسلم لهذا الشيء وينكره بلسانه وبقلبه، لكن ماذا عن بعض من هم من بني جلدتنا الذين يستهزئون بسنته صلى الله عليه وسلم ويتركونها وراء ظهرهم ويسخرون منها؟ فإذا رأوا المرأة المجلببة
المنقبة استهزأوا بها، وإذا رأوا الرجل الملتحي استهزأوا به واستهزأوا باللحية واستهزأوا بالسواك واستهزأوا بكثير من أمور الدين، وقالوا إن هذه السنة وهذا الدين وهذا الذي جاء به أمر رجعي، ونحن في عصر العولمة وعصر التكنولوجيا وهذه الأمور لا تصلح في هذا الزمان، نحتاج إلى تشريعات جديدة، لابد أن ننظر في فقه جديد. أليس هذا من خذلان سنته صلى الله عليه وسلم؟ وما يرى في كثير من المراكز الإسلامية والمساجد في هذه البلاد مما يسمى بوحدة الأديان لهو من أعظم السخرية والاستهزاء بسنته صلى الله عليه وسلم، إذ كيف يجعل الباطل حقا والحق باطلا؟ يريدون التقريب بين الحق والباطل، بين الكفر والإسلام والإيمان، وهذا والله محال. فاتقوا الله عباد الله، تمسكوا بسنته قولا وعملا واعتقادا ظاهرا وباطنا. نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولقد وعد الله جل وعلا بذلك، قال إنا كفيناك المستهزئين، وقال جل وعلا إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر سيقطعه الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا الثبات على التوحيد والسنة حتى نلقاه، نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. As I mentioned, يا إخوة, we hear a lot of things from people of authority in some certain countries who mock the Messenger صلى الله عليه وسلم, disrespect him and degrade him. But this should not bring any sorrow. A true Muslim should be angry about what these people say. But we should recognize that this is something that is not new. When Allah subhanahu wa ta'ala gave him the prophecy and he was sent, what did the people of Jahiliyyah say? They said he was a liar, he was a poet, he was mad. Someone else wrote this Quran for him. They poisoned him. They tried to assassinate him. He practiced patience, sallallahu alayhi wa sallam, and delivered the risala, completely conveyed the message. Allah jalla wa ala granted him victory when he was in the cave, when he was in Mecca, when he migrated to Medina. And he has promised us in the Quran to preserve this deen until the hour. So no matter how much these people say, it just shows the hatred that they have in their hearts towards the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, towards Islam and towards Tawheed. We should not be upset. We should refute everything they say with what we can. But we should recognize the hatred they have for Islam, no matter how much they try to deny that. And another thing that I want to bring to your attention, as we refute their sayings, how about some of us who mock the sunnah of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, who leave it behind, who say it's not sufficient for this time. We live in times of technology, times in which we should look for new fiqh, new understanding of the deen. If they see a woman wearing complete hijab and jilbab and niqab, they mock her. They mock a brother with a lihya. They might mock a brother using the siwak. They say, what is this? Subhanallah. Isn't this also mocking the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, leaving his teachings and his traditions? A Muslim has to fear Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala mentioned to us that he has preserved the Messenger sallallahu alaihi wasallam from the scoffers, and that those who hate him will be cut off. Allah jalla wa ala will preserve this deen. We ask him subhanahu wa ta'ala to make us from those who are firm, those who are steadfast upon tawheed and upon sunnah until we meet him. As'alullah jalla fi ulah an yuwaffiqani wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu anna توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مقدساتنا من كيد الكائدين ومن عبث العابثين. اللهم احفظ مكة المكرمة والمدينة النبوية والأقصى المبارك. اللهم يا ربنا رد المسجد الأقصى إلينا عاجلا غير آجل يا رب العالمين.
اللهم أقر أعيننا برجوعه إلينا، اللهم احفظه واحفظ أهله يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة فإن الصلاة عمود الدين.